ديشا. أنا قلت له يجي. خلص ما في داعي. تفضل. خالي أنا عن جد آسف كثير على بالأول كول وبعدين منحكي. ليش عم تعتذر؟ كرمال شو؟ لأنه خبيته علي؟ ولا لأنك قدمت شكوى ضد بنتي؟ حضرة الشرطي لازم تحبسوا هاي البنت. من بعد اللي عملته حضرتك ما كان لازم اسمح لك تفوت عبيتي، فما بالك انه تشوف تشافي؟ شو اللي ما عجبك؟ البهارات؟ ولا يلي قلت؟ لا خالي، طعمة الأكل كتير طيبة. أنت بتعرف ليش جبتك لهون؟ لأنه تشافي عن جد بتوثق فيه. وأنا بوثق كتير فيها، ولهيك أنا حابة أعطيك فرصة تانية. هي شايفة إنه ما في منك، وارد ممكن يكون معها حق وممكن أنا أكون تسرعت بالحكم عليك، بس الشغلة بدها وقت لحتى نتعرف عليك، صح كلامي؟ لهيك أعطينا وقت، لأنه بدي أعرف إذا كنت مناسب لتشافي أو لا. اسمعني ابني، أنتوا كبار وراشدين وواعيين وبتعرفوا الصح من الغلط، بس كمان بعمركم بيكون الواحد مستعجل على كل شيء، خصوصاً بالزواج. بس قبل ما توصلوا لهالمرحلة لازم توصلوا لمرحلة معينة بحياتكم. تشافي ما خلصت دراستها، لازم تخلص دراستها وتساوي شغل إلها، وانت كمان بدك تعمل شي بحياتك وتشوف مستقبلك. في كتير أشياء بتلهينا بالحياة، بس الواحد لازم يضل مركز على هدفه، هذا إذا كان عنده هدف، وانتو أكيد عندكم هدف. ها؟ ولهيك من هلا لحتى تشافي تحقق هدفه وانت تحقق هدفك لتحققوا اهدافكم، بدي اياكم تضلوا رفقات. لانه الصداقه ما بتوقف بطريقكم، اما الزواج رح يلهيكم. كلامي منطقي؟ من هلا لتحققوا شي بحياتكم بدي اياكم تضلوا رفقات.
بوعدك خالي لسه ما خلصت. لما بقول رفقات فالمفروض تحترموا هالشي، وابدا ما بدي اسمع انه عملتوا تصرف بلا طعمه. ها؟ تمام؟ خلص انا بوعدك خالي ما رح نعمل غير مثل ما بدك الا تخلص تشافي دراستها. شكرا ماما. خلص وانا كمان بوعدك حياتي ما رح ساوي اي شيء ممكن يجرحك. قول. بتمنى يكون يلي عم اعمله صح وما اندم على هالخطوه بعدين. عن جد الماما سمحت لتشافي ووافقت انه من هلا ورايح تكون رفيقه مع فير؟ ايه اشا، الماما هلا ضربت عصفورين بحجر واحد، قلب تشافي ما رح ينكسر ورح تركز بدراستها. انا ما بقى فهمت شي. لا لا ماني مطمنة. ليكي يا بنتي، هذا الشاب ما بيستاهل صداقة تشافي أبدا. يعني نحن ما بنعرف أصله من فصله. صحيح ما بنعرفه بس بنعرف تشافي كتير منيح. فكري بالموضوع. بالعادة تشافي خجولة وما بتحكي. ما بعرف كيف تجرأت وقالت لي. إيه فير بيعني لي كتير. البنت لما تفكر بالزواج وهي لساتها صغيرة بالعمر بينعمى على قلبها وما عاد بتفكر. برأيي ما لازم تخلي تشافي تطلع من البيت من هون لشهر على القليلة. شو عم تقولي ماما؟ تشافي ما أنا بنت صغيرة وما فيني إجبرها. لنفرض أني حبستها وما خليتها تطلع تشوفه، طيب ساعتها شو رح نستفاد؟ ما رح أقدر أمنع تفكر فيه. ما فيني أمنع من روحة الكلية بس كرمال ما تشوفه. شو رح يصير؟ أنا رح أقلك، معروف أنه كل ممنوع مرغوب. أبداً، إذا منعتيها من الطلعة صدقيني رح تنسى لهذا الشاب. لا ماما، لما صارحتني بكل شيء ما حسيته مجرد كلام مراهقة، حسيتها جدية بكلامها مثل ما كنت أنا من كم سنة مع أكشاي. بس بتعرفي أنا كنت كتير صغيرة لما تزوجته، ما كنت بعرف الصح من الغلط. لهيك أنا بدي تشافي تعرف شو الصح إلها. بدي إياها تكون واعية وتاخد قراراتها بنفسها بهالحياة، ما بدي أهلها يقرروا عنها.